صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا لا تكون فروض الوضوء أركانا لا يصح الوضوء إلا به ولا يسقط جهلا ولا عمدا ولا نسيانا، بينما يكون مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق واجبات تسقط نسيانا وجهلا لا عمدا؟ الله يا أخي ما أدري، هذا عليك أنت، هذا اللي ذكر الفقهاء ذكره العلماء، أما التكلفات ذي ما علينا منها. نعم.